والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لا ينبغي المؤمن نتف الشيء، الهدي أنه نور المسلم، فلا ينبغي نتفه لا من الرأس ولا من اللحية ولا من غيرها، فهو مذكر بالله ومذكر بالآخرة ومذكر بالموت، فإن من شاب قد مات بعضه، فالشيء فيه إذا أراه فيه موعظة، فينبغي المؤمن ألا يكره الشيء وألا ينتفه، بل يحمد الله على أن بلغه هذه المدة، ويستعين بالله على طاعة الله، ويجتهد في إكمال حياته بطاعة الله ورسوله. فقد جاءه النذير، قال بعض السلف يقول وجاءه النذير عن الشيب، والصواب أنه محمد عليه الصلاة والسلام.